مطلب واحد، عدد مناصب تكون اكثر من عدد المترشحين. على واش يولي اكثر من عدد المترشحين؟ لينا بجمعة ماجستير، لأن المسابقة ما تخدموش، يعقبوا كاع الدكاترة، يبقاو عدد مناصب يعقبوا خوتنا تاع الماجستير. قام حملة الماجستير والدكتوراه لولاية الأغواط بوقفة احتجاجية سلمية من أجل المطالبة بحقهم المشروع والتمديد بالإقصاء المر الذي عانى منه فئة من حملة هذه الشهادة، وهم فئة الأجراء. من هذا المنبر نطالب ونناشد السلطات العليا بإنصافنا وإرجاع حقنا المهضوم. من هذا المنبر نناشد رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل. نحن لا نطلب شيئا إلا حقنا، ونطالب بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين حملة نفس الشهادة، لأنه ليس من المعقول أن يكون فئتين لهم نفس الشهادة وفئة لها حق على فئة أخرى. كذلك أن النخبة مطلبهم ليس فقط من أجل المنصب، المطلب تاعهم هو من أجل مواصلة البحث العلمي، من أجل يعني الشغف الذي طالهم طوال تلك السنين من أجل الحصول على الشهادة، يريدون إكماله في الجامعة، لأن الجامعة هي البيئة المناسبة لذلك، من أجل الهدف الأسمى وهو النهوض بهذا الوطن وإعطاء خبرتهم وكل ما اكتسبوه في سبيل يعني المشاريع أو أي حل المشكلات التي قد تواجه الدولة أو تواجه المجتمع. فهذا هو عملهم، وهذا هو يعني من المفروض أن مكانهم الجامعة حتى يعني يساهموا في ذلك. نحن أملنا كبير في هذه الوقفات الأخيرة. هذه الوقفة هي راه من بين عدة وقفات على مستوى الوطن للتعبير عن ضرورة توظيف هذه الفئة من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، هذه الفئة النخبة التي همشت، بداعي أنه الأجير هو يملك منصب وهو عنده وظيفة، لكن هذه الوظيفة ربما تكون أقل من هذه الوظيفة هي أقل من المؤهل الذي يملكه هذا الدكتور أو حامل الماجستير، ولهذا نحن لدينا الحق في أن نوظف مثلنا مثل الدكاترة الآخرين البطالين. وهذا الإقصاء الذي نراه هو إقصاء مر ومس كل فئة الأجراء. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.